السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في مجمع تركي دور الرابع، جينا نصور شقة ثلاث غرف صالة مساحة 135 متر مربع. زي ما شايفين عندنا اربع شقق في كل دور، شقتين هنا امامية وعندنا هنا شقتين خلفية، وعندنا مصعدين ايضا في كل بناية. مدخل الشقة من هنا زي ما انتم شايفين. اول ما ندخل عندنا المنطقة هذه منطقة موزع الغرف، على اليمين المطبخ، عندنا الدواليب راكبة وجاهزة، وفي هنا بلكونة تابعة للمطبخ. إطلالة البلكونة عندنا إطلالة على البحر، وعندنا من هنا المجمع. المجمع الخدمات اللي موجودة فيه مواقف مغلقة، ألعاب أطفال، جلسات عائلية، وعندنا سوبر ماركت مقابل البناية. المجمع في منطقة بليتري مقابل المطار. نطلع من البلكونة والمطبخ، نيجي نتوجه هنا على الصالة. مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله كبيرة وشرحة. الشقة فيها تدفئة مركزية، وإطلالة أيضا على البحر. نكمل تصوير باقي الشقة. نطلع من الصالة نجي هنا الحمام الأول وانت بكرامة. بجوار الحمام الأول عندنا هنا الحمام الرئيسي، وهنا الغرفة الأولى، بجوارها الغرفة الثانية، نجي هنا أخيرا على غرفة النوم الرئيسية. شقة بمساحة 135 متر مربع، ثلاث غرف وصالة في منطقة بليتري. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.